بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، الله تبارك وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله: تعليل لقوله فيما تقدم إخباراً عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. أهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفات الله ولا يمثلون، بل يؤمنون ويثبتون المعنى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، لا مثيل لله عز وجل، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. لا سمي له أي لا نظير له، أي لا مثيل له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له أي مفاخر يساميه. وقد دل على نفيه على نفي الند والنظير قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا، أي لا سمي لله لا مثيل لله. فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي. هل تعلم له سميا أي لا سمي له لا مثيل له جل جلاله. وليس المراد من نفي السميع أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصاً به لا يشركه فيه غيره. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج أي في الواقع فلا يكون المعنى إلا جزئياً مختصاً، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى الرب كان مختصاً به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصاً به لا يشاركه فيه الرب جل وعلا. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، فالله لا كفء له أي لا مساوي له. وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا كفء له لا مساوي له جل جلاله. وأما الند فمعناه المساوي المناوي المساوي المعادي، فالله لا ند له. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فالله لا ند له لا معادي له، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس الله بالمخلوق جل جلاله. فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة جمع قياس التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول أصول الفقه بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع،
هذا قياس التمثيل، فلا يجوز قياس التمثيل في الله عز وجل كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل لا يجوز استعماله في حق الله، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق أي عند أهل المنطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج أي دخول ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكلي، هذا قياس الشمول، وفيه تمثيل جزئي، فهذا لا يجوز استعماله في حق الله تعالى. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة أي الداخلة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه منه بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالاً وعدمها نقصاً. فالله جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله في المناهل الحسان: فصل، صفحة 107، صفحة 107، فصل فيما يستحب أن يقوله أو يفعله، يعني الصائم يستحب أن يتسحر للصوم، يستحب أن يتسحر الصائم يأكل طعام السحور قبيل الفجر بقليل ليعينه على الصيام والعبادة. فالسحور سنة وبركة، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فبعض الناس هدانا الله وإياهم ساعة 12 يتعشى وينام، ما يدري عن الفجر ولا يدري عن السحور ولا يدري عن شيء، ويضيع على نفسه الفائدة. فإذا جاء مثل هذا الوقت يسب ويضرب ويلعن لأنه يحس بالجوع، لو فعل السنة لسلم من هذه المشاكل. فالسحور بركة، تسحر قبل الفجر بقليل يعينك الله عز وجل على الصيام والعبادة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الفرق بيننا وبين أهل الكتاب أكل السحور، فالمسلمون يتسحرون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن فصل أي فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخر السحور إلى قبل الفجر بساعة من نصف ساعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله ثناؤه، الله يصلي أي يثني على المؤمنين الذين يعملون بالسنة، والملائكة يدعون للمؤمنين المتسحرين. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمى السحور الغداء المبارك، الله يجعل فيه بركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فإذا أكلت التمر يكون سحورا يجعل الله فيه بركة. وينبغي أن يخفف عشاءه، ينبغي للمسلم أن يخفف عشاءه في ليالي رمضان ليهضم طعامه قبل السحور، ولأن الامتلاء من الطعام ربما يكون سببا للتخم وهو المرض. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. فلو عملنا بهذا الإرشاد النبوي لسلمنا من كثير من الأمراض. فالبعض منا يملأ البرميل بدون حساب ثم يجري إلى المستشفى، فلو حاسب نفسه ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس سلم من كثير من الأمراض في رمضان وغير رمضان. والشبع مذموم لأنه يوجب تكاسل البدن وكثرة النوم وبلادة الذهن يعني ضعف الفهم، وذلك يكثر البخار في الرأس حتى يغطي موضع الذكر والفكر. والبطن أي امتلاء البطن تذهب الفطنة أي تذهب الفهم وتجلب أمراضاً عسرة. ومقام العدل أن لا يأكل حتى تصدق شهوته، أن لا يأكل إلا إذا حس بالجوع، ومقام العدل أن لا يأكل حتى تصدق شهوته يعني بالجوع، وأن يرفع يده وهو يشتهي يعني يحاسب. ونهاية مقام الحسن قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. والأكل على مقام العدل يصح البدن ويبعد المرض بإذن الله، ويقلل النوم ويخفف المؤونة ويرقق القلب ويصفيه، فتحسن فكرته وتسهل الحركات والتعبيرات. والشبع يميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. ويستحب تأخير السحور لما ورد عن أنس بن مالك
عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني قبل الأذان بنصف ساعة أو بساعة. ولما ورد في البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخر السحور قبل الفجر بقليل. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما زال المسلمون يعجلون الفطر إذا غربت الشمس وتأكدوا أفطروا، ويؤخرون السحور قبل الفجر بقليل. وعن ابن عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار يعني إذا غربت الشمس ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى رضي الله عنه. ولأن السحور يراد به التقوي على الصوم، فكان التأخير أبلغ في ذلك وأولى. ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، أي غروب الشمس، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذا غربت الشمس وتأكدت من الغروب افطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ولحديث سهل وحديث أبي عطية وقد تقدم رضي الله عنهما قريبا. ويسن أن يكون فطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، صلى الله عليه وسلم. وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. والفطر قبل صلاة المغرب أفضل، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو شربة ماء، ولو شربة ماء. ويستحب قول الصائم عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لما ورد عن معاذ بن زهرة رحمه الله أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ أي العطش وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم عند فطره: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ولحديث
ولحديثي ابن عباس وأنس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وعلى الإنسان أن يجتهد أن يكون فطره على حلال، رزق حلال، وأن يحذر أن يكون على حرام، فإن أكل الحرام من جملة موانع قبول الدعاء. نعوذ بالله، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له؟ نعوذ بالله. فعلينا أن نجتنب الحرام. وفي الحديث: ألا إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول ما يعفن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. الحديث. ومن آداب الدعاء أن يكون من صميم القلب، أي من قلب حاضر خاشع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنت مستيقن أن الله يجيبك، ادعوني أستجب لكم، له الحمد سبحانه. واعلموا أنه لا يستجاب دعاء من قلب غافل لاهٍ. إذا كان قلبك غافل، لسانك يتكلم وقلبك غافل، هذا الدعاء لا يستجاب. واعلموا أنه لا يستجاب دعاء من قلب غافل لاهٍ، وأن يكون دعاءه في السراء والضراء. دائماً ادعوا الله في جميع الحالات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، وأن يكون بالتضرع بالرغبة والرهبة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في حق يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأن يفتتح الدعاء بالثناء على الله، يحمد الله ويثني على الله، والصلاة على نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي رحمه الله وغيره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت ف
فقعدت يعني للتشهد فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعو. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي ادعو تجب، ابدأ بحمد الله والثناء على الله وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اطلب حاجتك من الله. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وأن يخفى الدعاء، يعني تدعو بصوت خفي بينك وبين ربك. قال الحسن رحمه الله: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا، فينبغي أن ندعو سرا. وإن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني سرا، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، يعني ما أحد يدري عنه. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار ما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه بالسر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.